Good evening, everyone. Iran's nationwide uprising marks its 150th day today. احتفلت الانتفاضة في جميع أنحاء إيران بيومها 150 يوم الأحد، حيث وصل الناس في جميع أنحاء البلاد احتجاجاتهم المناهضة للنظام بحملات مختلفة، من إحراق اللوحات الإعلانية والملصقات واللافتات الموالية للنظام، بينما كانوا يرددون شعارات ضد ديكتاتورية الملالي خلال المسيرات الليلية. ونزلت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهد خلق إلى الشوارع في مختلف أنحاء إيران يوم السبت بمناسبة الثورة الإيرانية المناهضة للشاه عام 1979، من خلال مسيرة في شوارع مدينتهم وترديد الشعارات المناهضة للنظام الملالي. وقد اتبعت هذه المبادرة من قبل وحدات المقاومة المختلفة لمنظمة مجاهد خلق في أجزاء مختلفة من طهران وفي مدن تبريز وشهرود وخرم شهر ومشكين شهر وشهريار، وشملت شعاراتهم الموت للظالم سواء كان الشاه أو المرشد خامنئي، لا للنظام الشاه ولا للنظام الملالي، الديمقراطية والمساواة، الموت لخامنئي، عاشت رجوي، وهذه هي السنة التي سيتم فيها الإطاحة بسيد علي خامنئي، نحن أعضاء مجاهد خلق ونحن نحارب الملالي، لا للتاج ولا للعمامة، انتهى زمن الملالي، يجب أن يعرف العالم أن مسعود رجوي هو قائدنا، نقسم بدماء شهدائنا أننا سنقف حتى النهاية، الفقر والفساد، غلاء الأسعار، سنقوم بإسقاط النظام. وفي سيرجان جنوب وسط إيران وصل عمال منجبي نحاس محلي إضراباتهم احتجاجا على تأخير دفع الرواتب وعدم دفع وتوفير معاشات تأمين كافية. وفي كرمان جنوب وسط إيران احتج المتقاعدون من منظمة الضمان الاجتماعي التابعة للنظام فرعي كرمان على معاشات التقاعد المنخفضة وظروف الاقتصادية السيئة. وفي الليلة الماضية بدأ السكان المحليون في مختلف مناطق طهران بما في ذلك شهران وشارع وحدات وطهران بارس ومدينة مشهد يرددون شعارات مناهضة للنظام على الرغم من طقس الشتاء شديد البرودة. وشملت الشعارات الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي القاتل، خامنئي وصمة عار. واليوم نظم 10,000 من أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مسيرة كبيرة في باريس بمناسبة الذكرى 44 للثورة المناهضة للشاه، والتي أعربوا فيها عن دعمهم للانتفاضة على مستوى البلاد، كما رفضوا أي عودة إلى الدكتاتورية الماضية. وخاطبت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي والعديد من المسؤولين الفرنسيين المنتخبين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة وممثلين عن الجاليات الإيرانية في أوروبا، التجمع الذي استمر قرابة 5 ساعات، حيث سار الناس في شوارع العاصمة الفرنسية باريس. Thank you very much for joining us tonight.